كارين أبو زيد مفوض عام الوكالة، صديقة الفلسطينيين، محبة الحق والحقيقة ومسيرة العدل في هذه المنطقة كما لاحظنا وكما نريد دائما لك إن شاء الله. أيها الحضور الكريم، باسم رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد أبو رمضان وأعضاء المجلس البلدي والإخوة كوادر والموظفين والعاملين في بلدية غزة، نرحب بكم أجمل ترحيب. الواقع أن هذا المجلس البلدي الذي بدأ عمله منذ 12 عاما وهو أول مجلس بلدي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيلاته المتعاقبة، آل على نفسه أن يبدي كل الرعاية والاهتمام للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والتراثية إلى جانب النشاطات التقليدية التي تقوم بها البلديات عادة. وما هذا المركز إلا أحد المراكز الثقافية. وأقول بمناسبة هذا المعرض الجميل، ما أجمل أن ترى الملامح الفلسطينية أعين فنان فلسطيني وبريشته. هذا أجمل ما يكون، ويعني الأمر يدعو، أنا أشعر بتشويق شديد إلى الدخول بصحبتكم وبمعيتكم وبمعية العم أبو ناصر، هذا الرجل الفاضل الذي تعلمنا منه الكثير. في معيته نود ونشعر بشوق شديد لأن نرى أعمال هذا الفنان الفلسطيني الموهوب، فكل التحية له ولشعبنا ولوطننا، وإن شاء الله يدا بيد ومعا حتى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد باهر الرئيس، نائب رئيس بلدية غزة، وأترك الكلمة الآن للسيدة كارين أبو زيد مفوض العام لوكالة الغوث الدولية بالشرق الأوسط. تفضل. مشكورة. Guests and colleagues and friends, I'm very honored to be here to have been asked to open this exhibition. My colleagues in UNHCR and UNRWA and the refugees we serve are also very much honored by this invitation. We thank you very much for recognizing UNRWA and us in this way. Thank you. I feel that I'm among friends now because I've already met some of the members of the community and of artists in Gaza and the Barrage camp and in the middle area. For having visited them last week, we had lovely conversations, looked at all the artwork. So we're going to see Muhammad's today, but I hope we have more exhibitions of all the other artists who we saw displayed so prominently and so beautifully. We also had a nice meeting with him yesterday with our field director from Gaza, so we can see about some things that we can do and trying to help some of the artists. الفنانون الضيوف الزملاء والأصدقاء، إنني أشعر بالفخر عندما يطلب مني أن أفتتح هذا المعرض الفني. إن زملائي في وكالة الغوث واللاجئين الذين نخدمهم يشعرون جميعا بالفخر أيضا لهذه الدعوة، إنني أشكركم جزيل الشكر. إنني أشعر كأنني ما بين أصدقائي، لأنني قد التقيت ببعض من أعضاء جمعية الفنانين في غزة. كان لي لقاء ممتع مع السيد غانم الدين محمد الحاج ومحمد الكرد في مكتبي الاثنين الماضي، وقبل أسبوعين استمتعت بزيارة معرض فني ممتاز في المغازي، وكان اللقاء بحضور مدير عمليات الوكالة في غزة، وهناك وعود بالمساعدة. I thought I'd just share a few thoughts with you about the interesting relationship between life and art. Inspired by talking to the artists and hearing about their plans and their dreams and so on. Art, we see various expressions of the essence of human experience, but artistic expressions are not the direct reflections of life and experience. Art is sublime and beautiful because it flows from the best part of the human spirit.
And our works of art are special because they take us beyond the harsh reality of today, particularly here in Gaza, to worlds that lie beyond tomorrow. أنني أود أن أشارككم بعض الأفكار عن العلاقة المميزة ما بين الحياة والفن. في الفن إننا نرى تجارب وتعبير متعددة من الحياة الإنسانية. إن الفن جميل لأنه يتدفق من أجمل نواحي الروح الإنسانية، وإن الأعمال الفنية متميزة لأنها تأخذنا خلف الحقيقة القاسية التي نعيشها الآن، تأخذنا لعوالم فيما بعد الغد. In UNRWA, we strive through our programs to help Palestine refugees not only to survive the difficulties of daily life, but also to play a positive role in the Palestinian community. Like the artists, we look beyond today to a time when occupation is no more, when peace prevails, and where life in Gaza and West Bank can be normal again. وإننا في وكالة الغوث نناضل في برامجنا التي نعمل عليها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط ليعيشوا بشكل طبيعي بل أيضا يقوموا بدور إيجابي اليوم وإننا كمثل الفنانين نأمل أن يأتي الوقت ولن يكون هنالك احتلال ويعم السلام وتكون الحياة في غزة والضفة تعود إلى الوضع الطبيعي. So I'd like to express our great appreciation for the art and the artists of Palestine. My house is already full of wonderful works from Palestinian artists, and today I hope to acquire some more. And your work allows us to see the beauty of the Palestine that lives beyond today. إنني أود أن أعبر عن تقديري الشديد للفن والفنانين في فلسطين. إن منزلي مليء بالكثير من الأشياء التي اشتريتها وأمل أن آخذ المزيد منها اليوم. إن عملكم يساعدنا في أن نرى جمال فلسطين والذي لا نراه اليوم كثيرا. Your art gives us a glimpse of a life that's free of violence and fear and poverty, a life that's full of dignity for all Palestinians. As we enjoy this exhibition, let us remember that such a life is possible in Gaza and West Bank, and let us all strive to reach it. إن أعمالكم الفنية تأخذنا حول الحياة القاسية اليومية في المناطق المحتلة. إنها تعطينا لمحة عن حياة خالية من العنف والخوف والفقر، حياة تملأها الكرامة لكل الفلسطينيين. وبينما نحن نستمتع بهذا المعرض، دعونا نتذكر بأن الحياة ممكنة في غزة وفي الضفة الغربية، فدعونا نسعى إليها ونعمل عليها. شكراً جزيلاً. العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط. السيد جون جينغ مدير عمليات الوكالة في الشرق الأوسط، السيد كريس نوردال، السيد مايك، العم أبو ناصر، الأستاذ ناهض الريس، الأستاذ ماهر الريس، كلهم باسمي ولقبي، باسم جمعية الفنانين التشكيليين بمحافظة الوسطى. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لهذه اللفتة الإنسانية الراقية من السيدة كريم لزيارة هذا وافتتاح هذا المعرض. في هذه اللحظة ونحن نفتتح معرض الزميل الفنان محمد الحاج، معرض ملامح فلسطينية الذي جاء معبرا عن آمال وآلام وطموحات شعبنا العظيم من أجل ترك بصمة فنية راقية تترك للأجيال القادمة في كل مكان تدخل هذه اللوحات. من خلال هذا المعرض الذي تم الإعداد له خلال 6 شهور بجمعية الفنانين التشكيليين في فرع المحافظة الوسطى، بذل الزميل الفنان محمد الحاج، وهنا تجسدت ملامح محمد الحاج من خلال أعماله الراقية التي نفتخر بها والتي كانت تعكس حقيقة مشاعر جياشة تتحدث عن فنان مليء بالمعاني الإنسانية الراقية والسامية التي يعبر من خلالها عن طموحات شعبه. في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الأول للفنان الشاب الموهوب الذي نأمل أن يكون له معرض عالمي إن شاء الله، ومن خلال دعمكم ومساندتكم ومساندة مؤسسات المجتمع المحلي. وهنا باسم جمعية الفنانين التشكيليين في فرع المحافظة الوسطى نرحب، نعلن ترحيبنا وسعادتنا
بإمكانية افتتاح معارض للزملاء الفنانين واستعدادنا الكامل لرعاية الموهوبين والفنانين الراغبين بإقامة معارض، بالإضافة لشكرنا لكل من ساهم في إنجاز هذا المعرض ومن يدعم نشاطاتنا المتنامية. وننوه إلى أن جميع الفنانين التشكيليين بمحافظة الوسطى أقيمت فقط منذ عام واحد، وهذا يعتبر باكورة أعمالها التي يشرفنا أن يكون عضو مجلس إدارة الجمعية محمد محارب الحاج هو أول من يقيم هذا المعرض. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم في إنجاح المعرض، ونخص بالذكر قرية الفنون والحرف. شكرا.